للتعليق على موضوع التعفيش ينضم إلينا الصحفي محمد البارودي. أرحب بك أستاذ محمد. يعني حتى ملابن الأبواب، طوبة الأبواب سرقتها قوات النظام من وادي بردة، كيف تعلق؟ يعني هذا الجيش العقائدي، هذا جيش رفعت الأسد وجيش حفظ الأسد والآن بشار الأسد. رفعت الأسد كان يسمى صديقي في الثمانينات بأبو المحارم، يعني كانت دناءة النفس ودناءة المطالب من هذه الفئة، وتصل لعلبة المحارم وتصل لعلبة المرتديلا وللأفران والبرادات وما شابه. دعني أتكلم الآن بلسان من ينهب بيته. أنا أظن من خرج بثورة يقول لك: لا أسف عرخيص زرح غالي. ربما فقدنا الآن الكثير من المناطق، من البيوت، من العديد من الكيانات التي كنا بدأنا هذه الثورة وكانت معنا، ولكن يعني البرادات والغسالات هي تلبي حاجة اللي ما شبع بيت أهله مثل ما بيقولوا. ربما هذه العقيدة والجيش العقائدي الذي يسعى لإنتاج النظام، نعم يعني ربما أي ضابط من هؤلاء وأي مجمد ربما فقد أخ أو غيره، يعني ربما يعوض البراد والغسالة والميكروويف عنه. يعني مو بس ساعة حائط ومعزة بسويدا. ما هو الفكرة، يعني ربما هاي العقيدة وهي الآلية اللي عم يخلوا الناس تجي عليها. يعني اليوم من يعقل ومن يرسل ابنه لا يزال إلى جيش النظام، يعني هو كأنه عم يبادله على الغسالة ولا على جرد غاز وما شابه. اليوم عم نحكي بحرب، عم نحكي بوقت كثير البلد فيه صار فيها تجار أزمات وصار فيها كثير ناس عم تشتغل بهالأمور، ورغم هيك ينشغلون عن الهدف، إذا كان عندهم هدف طبعا، إذا كان عندهم عقيدة عارفين ليش عم يقاتلوا. نعم أنا أتخيل لولا موضوع التعفيش نص اللي اليوم عم يطلعوا مع الجيش تبع النظام ما كانوا طلعوا على المعارك أصلا. هذا ما أود السؤال عنه، يعني أو يتعلق بسؤالي الآن. يعني يوجد سؤال دائما يراودنا، ما دام يعني السرقات فقط براد أو غسالة أو ترمسة أو ما إلى هنالك من هذه الأشياء التي حقيقة لا قيمة لها، إلى أي حد يعاني جيش النظام من هذا، وإلى أي حد تبرز تردي الأوضاع الاقتصادية لهم؟ سيدي، يعني الأوضاع اللي بيقولوا لك بالمثل العامي الفقر من الله الوساخة، ليش؟ مو عيب بتكون فقير، وفي كثير ناس فقرة ما بتمد إيدها على هيك أمور، بس الفكرة هي الطبيعة. يعني أنا ضربت لك المثال، قلت لك من أيام رفعت الموضوع القضية بدمهم. يعني ربما يكون ضابط راتبه يقدر بمليون ونص ليرة، ولكن نفسه دنيئة، بيطلع عليك لابس بيجامة رياضة بيقول لك أنا بدي بيجامة الأديداس، والأساس بنعرفها، هي بنعرفها من قبل الحرب، فما بالك مع الحرب. يعني الكل بيعرف كيف كانوا بدهم الهدايا وكيف بدهم هالأمور، واليوم صاروا إيه ما كان كل شيء صار في عنا أزمة تبرر لهم هي المشاكل. ربما يكون المجند فقير وهذا الشيء ما له عيب من كل الأطراف، ولكن العيب النفس الدنيئة. اليوم هذا الشيء اللي عم بيصير، هالتسميات اللي عم ينباع فيها هدول الاغراض، مره بيقولونا سوق السنه، مره بيقولونا سوق الحصره، يعني نسبه انه حصره تم لاصحاب الاغراض اللي بناهم ينحصروا بقلبهم ونحن عم نبيع لهم اغراضهم. نعم، كل هي الامور قلت لك لا اسف عرخيص اذا راح غالي. اللي شعب طلع ثوره بظن كثير نظرته ارقى وابعد من غساله وبراد ومكوى. شكرا جزيلا لك الصحفي محمد البارودي.